هو طبعا انا جيت طبعا بناء على تكليف من دوله رئيس الوزراء ببحث مشاكل العاملين في شركه المحله الكبرى، شركه كبيره وفيها حوالي 20,000 عامل، وطبعا احنا خدنا المشكله بتاعتهم وبنبحثها، ووعدناهم ان احنا من خلال رئيس النقابه العامه للغزل والنسيج ورئيس اللجنه النقابيه للشركه ان احنا في حاله اول ما تدور عجلات الانتاج في المنشاه ان شاء الله وفي غضون 48 ساعه هنكون خدنا قرار يحل هذه الازمه. النهارده اجتمعنا بممثلين العمال، رئيس اللجنه النقابيه للعاملين بالمحله ورئيس النقابه العامه، ودول طبعا بيمثلوا العمال، لان انت عارف سيادتك التنظيم النقابي بيحل محل العمال نفسهم، فانا مش هقدر مهما رحت هناك لو قعدت مش هقعد مع 18,000 واحد، فاحنا بنقعد مع ممثلين العمال عشان نقدر نشوف ايه المشكله ايه ونقدر نتعامل معاها. نفسه قبل العمال ما فيهاش يعني المانع ان حضرتك مفيش مانع يا فندم، بس احنا بنحل دلوقتي، احنا بنحل على الطبيعه، بنحل من خلال الممثلين العمال، والعمال دولت بيبقوا منتخبين ممثلين ليهم، فاحنا بنجتمع مع الممثلين وكده، وان شاء الله يمكن نسمع في خلال الساعات القريبه القادمه ان بدا المصنع يشتغل، وده هيتطلب ان انا هاجي ازورهم بقى وهم بيشتغلوا ان شاء الله الاسبوع الجاي. لان ذلك اليوم كان مرتبط بازمه تزرب عمال غزل المحله بسبب الازمه الحاليه دي مرتبطه ب 10%، ام قالنا بشكل عام بشكل يعني هو ده كان السبب الرئيسي. تمام، اعتقد ان لو العمال اتجهوا للانتاج في الفتره المقبله واهتموا جدا بان هم ينتجوا اكتر من هم يعملوا وقفات احتجاجيه او اضراب، ده هيعود عليهم بالفايده ويحقق النتائج او يحقق انتاج كبير يقدروا يحسنوا بيه منه دخولهم.